الفنان الجميل فهد الشامي، اهلا بحضرتك. كلمنا اكتر عن الالبوم الجديد وبيشمل كام اغنيه. اهلا وسهلا فيكم وشرفت بحضرتكم. اول شيء بوجه تحيتي لاهلنا بمصر باسمي واسم كل السوريين. جيت على مصر، سجلت البومي الجديد، عباره عن هو من 6 اغاني، الحان وليد منير، كلمات الشاعر الكبير الله يطول بعمره أحمد شتا. طبعا أحمد شتا يلي كتب 10 أغاني لجورج، وكتب لعمر دياب، وكتب لوردة، وكتب لرامي عياش، نوجه له تحية كبيرة. طبعا هلأ خلصت ألبومي، سجلت وخلصت، وإن شاء الله يوم الخميس بيبدأ نشره إن شاء الله. الألبوم بعنوان أعمل حسابك. بعنوان إيه؟ أعمل حسابك. تمام. الألبوم بتاع حضرتك بيشمل أغاني كتير منها باللهجة المصرية، أخدت وقت قد إيه في تعلم اللهجة المصرية، وهل واجهتك صعوبات ولا كان إيه الدنيا؟ والله تعذبت كتير، يعني تقريبا غنية وقت اللي كنت عم غنيها ما أخدت معي مني أكتر من دقيقتين. يعني اللهجة المصرية ربينا عليها، أصلا نحن بنحكي مصري وأصلنا مصري. أيوة. ما فيها صعوبة الغنية المصرية. الغنية المصرية هي ليش الفنان بيحب يجي على مصر ويغني مصري. الغنية المصرية هي جواز سفر لكل فنان عربي بيحب ينجح ويعمل بصمة بالفن. بس هي القصة. طيب ممكن تكلمنا اكتر عن كواليس طرح الالبوم، تعاونك مع الملحن وليد منير، الكواليس كلها ممكن تحكي لنا عنها؟ كواليس انه بيطلع خلقه كتير وبيعصب كتير انا بالعكس كان الجروب اللي انا معه كتير محب، بيحبوا بعض كتير، هو والمخرج امير علي. وطبعا احنا سجلنا الالبوم باستوديو الفنان مدحت صالح، نوجه له تحيه. ما في يعني اخطاء وعثرات، ما في، كان كل شيء صح وكل شيء مرتب. ايوه. طيب بالنسبه لتشبيه الجمهور صوت حضرتك بجورج وسوف، هل الموضوع بيسبب مشكله لحضرتك ولا بتتعامل معه ازاي؟ اول شيء بنوجه تحيه للاستاذ ابو وديع، بنقول له نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. انا مو قصة بيسبب لي شيء، انا الي الشرف بسلطان الطرب، ولكن انا ما بحب انه حدا يقول لي عم بتقلده. ايوه. انا ما بقلده، انا الله خالق لي خاماتي هيك، عندي هاي الخامات ما فيها تكون غير بهالمدرسه هي. انا ما بقلد جورج، انا متبع خطاه، متبع مدرسته، لانه مدرسته هي مدرسه كبيره كثير. عمل فن خالد. وان شاء الله نحن بنحسن نعمل ولو 1% من الشيء اللي عمله. الحمد لله انا هلا الاغاني اللي عم بشتغلها تقريبا اغاني مو بعد سنه تموت، يعني تضل كمان تنسمع 50 سنة و100 سنة. تمام. بداية مسيرتك الفنية بدأت بالتمثيل، ايه اللي دفعك تدخل مجال الغناء؟ انا ب 2011 وقفت مرحلة التمثيل. تمام. وسافرت برات البلد لظروف المشاكل اللي ببلدي، طلعت على الجزائر ومن الجزائر لتونس، بتونس اسست حالي وعملت البوم بتونس، اغنية اسمها زمن الطيبة راح، واغنية اشرب يا صاحبي من الحان بلاد ملك، من كلمات الشاعر ايمن لطيف. هي بالنسبة لزمن الطيبة راح، واشرب يا صاحبي كلمات الشاعر لمياء بن طامي جزائرية اللي هي زوجتي. طبعا كلمنا اكتر عن مشاركتك وتجربتك في مسلسل المحكوم. المحكوم هو مسلسل درامي كان في لي يعني تقريبا اكثر من مشهد فيه، يعني هو ما اشتغلت فيه كثير، اشتغلت فيه موضوع يعني، اما كان في لي شغل كثير باكثر من
بالمسلسل بأكثر من حلقة يعني، اللي هن مسلسل 6 نجوم و7 نجوم، مسلسل كوميدي من إخراج الأستاذ الكبير هشام شربتجي. كنت حب الكوميديا كتير، كنت اشتغل كتير بالكوميديا. حضرتك حابب تاني تدخل مجال التمثيل، المجال الفني الخاص بالتمثيل والسينما وكده، ولا مرتاح أكتر في مجال الغناء؟ إيه إذا بيصح لي ليش لا، إذا بينعرض علي بشتغل، إذا سيناريو عجبني وحسيته بدي أعمل لي بصمة بفني ما بتردد يعني. هلا منيجي أنت سألتيني سؤال عن كيف أنت توجهت للغناء، قلت لك أنا إنه ب 2011 طلعت وسافرت وقعدت بالجزائر وتونس، وبتونس أسست فني هناك. بتونس من فترة 6 شهور تعرفت على الأستاذ وليد الملحن المصري وليد منير. إن الشرف فيه طبعا، بوجه له تحية. واتفقت أنا وياه على ألبوم نعمله مع بعض. طبعا هو مثله مثل أي جمهور يعني، شاف صوتي بيشبه جورج وحب يشتغل يمكن على الوتر. بعدين أنا فهمت الموضوع إنه أنا ما عم قلد جورج يعني، حابب أشتغل شيء خاص. هو يتفاهم واشتغل على هالأساس. ده فن خاص بحضرتك أنت بس؟ كل شيء خاص لإلي. وهلأ المرحلة الجاية إن شاء الله، الألبوم الجاي هلأ عاملين له خطة. نحنا بعد 3 شهور إن شاء الله برجع لمصر، لحاب أشتغل على الموسيقى الغربية بمساحات صوتية كبيرة وعالية، غير الشغل اللي اشتغلته هلأ. كل فنان كبير بيواجهوا صعوبات في بداية حياته، ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك كفنان وبالرغم منها قدرت انك تتجاوزها علشان تمشي في طريق الفن اللي هو حلمك اللي انت عاوز تتميز فيه؟ هو طريق الفن بحد ذاته صعب يعني، صعب كتير يعني، صعب من عند الكلمات لوقت لعند اللحن لعند التوزيع لعند النشر لعند ليصل للجمهور. تعذبت كتير، بس كان في اشخاص بتونس، لانه انا اسست بتونس، ساعدوني على هذا الشيء. وتونس هي كمان انا وجه تحيه لاهلنا بتونس يلي هي بعدها كمان بلدي الثاني يلي اسست فيها مشاريعي ونجحت فيها، واهلها ساعدوني ودعموني حتى فنيا داعميني يعني. انا هلا اكثر جمهور بالوطن العربي يلي بيدافع عني هو الجمهور التونسي. إذا بيقولوا فهد الشامي فورا هني بتلاقي حضرتك المفضل بالنسبة لهم طبعا. رأسا دافعوا عني، بحبهم كتير وبوجه لهم تحية. وطبعا أنا وين ما سافرت لأي بلد، الجمهور التونسي والمصري كمان بيحبوا حضرتك كمان. أكيد مش تونس بس. ما عم بحكي بس هلا، أنا عم بحكي طبعا هي مصر، مصر أمنا يعني. أيوة. بس انا رزقتي بمصر، جبت اهلي، عفوا رزقتي بتونس، جبت اهلي لتونس بوضع الحرب وهيك يعني، بلدنا الثاني هنيك صارت. وشعب اجتماعي كتير، حبيته لهالشعب كتير، حبيته مثل ما حبيت الشعب المصري يعني. ايوه عرفتي كيف؟ انتوا شرقيين مثلنا يعني. انا ما فيني الفرق. طيب ايه الفرق انتوا شرقيين بين الشعب التونسي والمصري؟ ايه بس لما بتطلعي على المغرب العربي بقى هون يعني، انت كشرقيه يعني اختلف معك شوي، بس حتلاقيهم كلهم بيحبونا، بيحبوا الشرقيين كتير. طيب الجمهور ازاي مختلف كجمهور تونسي او مصري يعني؟ حضرتك شايف من وجهة نظرك ازاي الجمهور مختلف التونسي او المصري؟ الجمهور التونسي صعب جدا التعامل، اصعب من صعب جدا انه يقتنع فيكي. ايوه. جورج وسوف بدا من تونس. ايوه. تونس هي جسر لهوليود مصر. يلي ما بي اللي بده ينجح بمصر بده يدخل تونس. تونس الاول. ايه اللي بده ينجح بمصر بده يدخل تونس. تونس فيها فن كمان كبير ما فيك تستقلي فيها، والفنانين كلها بتعرف هذا الشيء. جورج بداياته كانت بتونس وبعدين بمصر اشتغل ودعموه وانشهر بمصر. ايه سمات المطرب الناجح بالنسبة لحضرتك؟ سمات المطرب الناجح بالنسبة لحضرتك؟ المطرب الناجح يلي بيعمل فن ناجح وفن نظيف. الغنية برجع بقول، انا بقولها بكل لقاء، مثل ما قال المرحوم جورج الراسي الله يرحمه، الغنية
هي مثل ولد صغير بتربيه ليصير كبير وتفرح فيه. وغنية ورا غنية وكلمات نظيفة ولحن نظيف بيكون أرشيف حلو بيتباهى فيه ببلده وبالوطن العربي كله. ممكن حضرتك تغني لنا مقطع كده من أغنية من الألبوم الجديد اللي حضرتك طرحته؟ غني لك. غني لك بأمر الله. يلا بينا. توجع قلبي بعد ما أمنك ليه؟ تكسر نفسي بس حتاخد واللي مش محتاج له طبيعي بكرة حتحتاج لي بأمر الله. أنا حكبر كمان وكمان ويجي اليوم تشوف اسمي بكل مكان. شكرا جدا بجد استحضرك جميل جدا. تحب توجه رسالة ايه للشعب المصري وجمهورك في أهل مصر؟ رسالتي هي انه رسالة محبة وبطلب منهم انه يدعموني يدعموني ولا ينقضوني لا يقولوا عم بقلد جورج. انا لاني ما عم قلده وبقول لهم بحبكم كتير وانا مالي غير الله وغيركم. شكرا جدا لذوق حضرتك. خليك. شكرا.